المثال التالت بقى في تكملة الفيديو اللي فات، المثال التالت الكونجكتور ده قال لك 1 + 3 + 5 مجموع الأعداد الفردية، وأي هنا حد بيمثله 2 في n ناقص 1 equal n square. طيب أول حاجة نفس الخطوات، لازم أثبت إن الـ Sn دي equal 1، إن هي الـ left hand side بـ equal الـ right hand side عند الـ n بـ equal 1، ودي أثبتناها. ولازم نسيوم نفرض إن الـ n equal k، أهو شلنا كل n من هنا وحطينا مكانها k. طيب في الخطوة التالتة لازم إن أشيل كل n وأحط مكانها k plus 1، فيبقى 2 في k plus 1 ها ناقص 1، 2 في k plus 1 ناقص 1، فلما هاجي هفكها هتدينا 2 k plus 1، فاللي قبل ده أكيد ال 2 k ناقص 1 اللي كانت عندنا. في الأعداد الفردية، لكن لو قبله فعليا فيبقى 2k، لكن احنا قبليه في العدد الفردي اللي قبله 2k ماينس 1. طيب كل ده هيساوي ال k زائد 1 تربيع، لان هو كان n تربيع، فهشيل ال n احط k بلس 1 فيبقى k بلس 1 الكل تربيع. طيب انا عاوز اثبت ان ال left hand side equal ال right hand side. طيب همسك ال left hand side ده وهقول ان انت كان عندك ده كده اهو بيساوي ايه؟ بيساوي كي تربيع، اهو كل ده بيساوي كي تربيع زائد الاتنين كي زائد واحد. طيب يبقى كي تربيع زائد اتنين كي زائد واحد ايكوال ده كده اهو، هنخليه قوس قوس اتنين يبقى كي بلس 1 الكل تربيع، ده ايكوال ايه؟ الرايت هاند سايد اللي عاوزين نثبته. يبقى اذا الكونجكتور از ترو فور اول فاليوز اوف ان. تمام. طيب المثال الرابع، هنا عاوزين نثبت ان for any positive integer number n، ان ال n تكعيب زائد 2 n is divisible by 3، بتقبل القسم على التلاتة. طيب يبقى احنا هنا عندنا هنثبت ان ال n تكعيب زائد 2 n is divisible by 3 at ال n equal 1، فنعوض لما ال n equal 1 يبقى 1 تكعيب زائد 2 في 1 ب3، يبقى إذن ال 3 تقبل القسم على ال 3، يبقى S1 is true. طيب هنفرض إن ال n equal k، فهنشيل ال n ونحط مكانها k equal 3m. ال 3m دي بقى فهو احنا عاوزين يقبل القسم على ال 3، فهو المفروض إن احنا عاوزينه نثبت إن هو بيساوي 3 أيا كان بقى الام اللي جنبه دي. تمام. طيب we must prove that any for n equal k plus 1 is true، k plus 1 all q plus k 2 في k plus 1، احنا عاوزين نثبتها ان هي بتقبل القسم على التلاتة لما عوضنا عن ال n بتيكوال k plus 1. طيب هفك الاقواس، كان عندنا قاعدة قديمة ان احنا ازاي نفك قوس التكعيب، فمثلا عندنا a زائد b تكعيب، هنقول الاول تكعيب والتاني تكعيب اهو، وتلاتة في A تربيع في B، وتلاتة في A في B تربيع اهو، دي طريقة الفك بتاعتها، ودي طريقة فك قوس التربيع، مربع الأول زائد مربع التاني زائد اتنين في الأول في التاني. تمام. طيب عندنا بقى بعد ما فكينا قوس ده التكعيب اهو لحد هنا اهو لحد الواحد زائد اتنين ووزعنا الاتنين دي جوه، هناخد ال k كيوب زائد ال 2 k اهو، وهناخد ال 3 k تربيع زائد 3 k زائد 1 و 2 3 ناخدهم كده اهو، فده احنا كنا عارفين ان ده بيساوي ايه 3 m، وهناخد ال 3 عامل مشترك هنا اهو، وهناخد 3 عامل مشترك من الحدين هيدينا m زائد k تربيع زائد k زائد 1، يبقى اذا ان هي هتقبل القسم على ايه؟ على ال 3 فول for all values of n. تمام. طيب اخر مثال، prove that for any positive integer number n d is divisible by 4. نفس الفكره بالظبط،
هنثبت عند ال n equal 1 يبقى هتدينا 12، ال 12 بتيبل اسم على الاربعة. ولازم نكتب الكلام كده، ما نكتبش ارقام على طول، لازم نكتب له بالانجلش كده. ونفرض ان هي ان ال n equal k، هنشيل كل n ونحط مكانها k equal 4m، ان هي تيبل الاسم is divisible by 4. طيب we must prove that for n equal k plus 1 is true، هنشيل كل n ونحط مكانها k plus 1. طيب هو دايما المشكله بتبقى في الخطوه الثالثه الاخيره، ممكن بتتصعب بقى حسب نوع المساله. طب هنا عشان نقدر نخش مفتاح للمساله دي هنعمل ايه؟ 5 اس كي بلس 1 اللي نقدر نعمله هنا اهو ان احنا نوزع الاربعه ونفك دي. كنا واخدين قاعده ان عند الضرب بنجمع الاسس، فعاوزين نفك الاس ده لعمليه ضرب كده اهو، ففكيناه ل 5 اس كي في 5 اس 1، فلما هنضربهم هيبقى 5 كي بلس 1، رجعناها لاصلها، زائد 4 كي زائد 4 زائد 3، ما نجمعش. هي الفكره في كده انك ازاي تفكر تحل، ف 4 كي زائد 3 ماشي دول 4 كي زائد 3 من هنا، يبقى 4 كي زائد 3 بتساوي 4 ام ناقص 5 كي، بتروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى اهو شلنا دي ودي وحطينا مكانها 4 ام ناقص 5 كي، ونزلنا الاربعه زي ما هي ونزلنا القوس ده زي ما هو. طيب هناخد من القوس ده والقوس ده 5 كي عامل مشترك، يبقى 5 كي اهو في 5 اهو ناقص 1 تمام. واحنا ممكن بقى نشيل القوس ده خلاص، يعني القوس ده ملوش لازمه، فلما هناخد ال 5 كي من هنا اهو يبقى ايه؟ يبقى اتبقى لنا ال 5، ومن هنا العامل ده خدنا ال 5 كي يبقى اتبقى سالب 1، وال 4 ام نزلت زي ما هي وال 4 نزلت زي ما هي. طيب يبقى هنا اهو 5 كي و 5 ناقص 1 يبقى 4، 5 كي زائد 4 ام زائد 4، ناخد ال 4 عامل مشترك، يبقى اذا ال اس ان دي كونجكتور از ديفيزبل باي 4 فور ال، ان ال n بتساوي اي قيمه. بكده يبقى شابتر 2 خلص، وبرده لو في اي مسائل تانية زادت عن كده ان شاء الله لما يبقى الكتاب متوفر هعمل فيديو تاني لو في مسائل زياده واستنتاجات، عشان يبقى ملمين باكبر قدر من المسائل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.